في واشنطن معنا مباشره الدكتور توفيق حميد الكاتب والباحث السياسي. بعد تحيه لك سيدي. عندما تم الحديث حول ان الملياردير المقرب من ترامب او مستشاره ايلون ماسك اجتمع سرا او في مكان سري مع سفير ايران لدى الامم المتحده، فكيف ترى هذا الاجتماع؟ هل بالفعل يمكن ان يؤدي الى نزع فتيل التوتر بين ايران والولايات المتحده؟ اولا اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين وشكرا على الاستضافه. اجابتي على هذا السؤال هي بنعم، ارى ان هو دي خطوه قد تؤدي الى حل المشاكل الموجوده بين الدولتين، وهي غالبا ما تحوم حول رغبه ايران التوسعيه الكبيره. تشوف اذناب ايران في حزب الله، في حماس، دعم حماس، في الحوثيين داخلين في سوريا، سيطرة، زائد ان هي اعتادت على بعض الدول برضو في المنطقة واثرت على اسعار البترول قبل كده، والنووي فوق هذا النووي. فهو الادارة الحالية، وطبعا يعني على قمتها دونالد ترامب وإيلون ماسك، يتسموا بدرجة غير عادية من البراجماتية. براجماتية هنا اقصد بها الرغبة او القدرة على انك تحقق هدفك باقل تكلفة ممكنة. فهو بالنسبة له مثلا تكلفة الحرب هناك هتبقى كبيرة قوي، هتغلي البترول في المنطقة وليها تأثيرات ضخمة، تزود الإرهاب في العالم إلى طب أنا أقدر، ويفكر إزاي أنا أقدر أوصل لحل مع إيران. إيران النهاردة أدركت أن سماءها مفتوحة للطيران الإسرائيلي بعدما قامت عشرات مئات الطائرات وصلت ورجعت كلها سليمة، معناها أن ما عندهاش قدرة تقاوم هذا السلاح الجوي، معناها لو قامت حرب هتكون نهايتها. فهم وصل لهم رسالة معينة، ضغط معين. الجزء الثاني هيجي بالبراجماتية، ان هو ازاي نحل المشكلة دي، ازاي نضمن، يعني باختصار هو لو ضمن ان ايران تقف عند سقف معين وتديله نوع من التدقيق بحيث لا تزيد عن هذا، ولا يمتلك النظام الايراني الحالي قدرة انه تخليق سلاح نووي، ممكن تتحل كثير من المشاكل. واعتقد دي خطوة هامة جدا وكبيرة، وممكن فعلا نرى تغيير كبير جدا في السياسة الأمريكية الإيرانية في المرحلة القادمة. نعم، لكن ترامب يعني دكتور توفيق في بداية يعني دخوله لهذه الانتخابات وقبل أن يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أو يفوز بهذه الرئاسة، كان يدعم نتنياهو بأنه يعني يريد منه أن يشن ضربات على المنشآت النووية على إيران. فهل تغير هذا النهج بعد أن فاز بهذه الانتخابات، معنى أنه ابتعد قليلا عما يسمى بالصقور أو المتشددين من الحزب الجمهوري، وبالتالي هو لا يريد الركون إليهم ويريد أن يكون رجل الصفقات في المستقبل؟ هي نقطة هامة جدا، ولكن في تحليل الشخصي أن الأمر مش كده. الأمر عبارة عن إيه؟ في وقت إدارة بايدن ترامب لم يكن يعلم أنه سيكون رئيس أمنها، فالسلطة والقدرة والسيطرة كانت في إيدين بايدن. في هذا الوقت لا يتوقع أن أي اتفاق مع إيران هيوصل بالدقة وبالقدرة على أنه يحجم القدرات النووية الإيرانية بصورة سليمة. وبالتالي حساباته أنه مع وجود إدارة بايدن وكاميلا هاريس وهذه المجموعة، فإنه من المستحيل إن دول يوصلوا لنوع من الاتفاق الدقيق اللي يمنع وصول إيران للسقف النووي ده. فيبقى ما فيش غير حل آخر، يتضرب النووي، وعشان كده دعم نتنياهو في هذا. أما الآن وهو قادم للسلطة والباور أو القوة والسيطرة، تغيرت مواقفه، يقدر يملي شروطه على إيران بإن هو يوصل للمعادلة اللي تضمن إنها ما توصلش للنووي.